اهلا بيكم وحلقه جديده مع انا والطبيب. والفقره الاولى طبعا زي ما كل الناس بتستناها مع دكتور ماجد زيتون اللي بيساعدنا طبعا بوجوده معانا هو والدكاتره الشاطرين جدا اللي داخل المركز معاه. دكتوره هبه من الدكاتره الشاطره جدا داخل مراكز دكتور ماجد زيتون، وكمان الناس يعني بتجري عليها من المحافظات اللي هو انا مش هعمل عمليه، انا هخس بصوره صحيحه بس هخس سمنه موضعيه مش بس سمنه كليه. دايما بنسمع كلمه الهدوم ياما بتداري، يعني انت مهما داريت نفسك في الهدوم سواء كرش بقى لبست واسع، سواء عندي دراع كبير لبست جاكيت، بس ما بيني وما بين نفسي لما ببص في المرايه الموضوع بيكون مزعج جدا. يعني مهما كنت حلو قدام الناس بس برضو انا نفسي يكون ما بيني وما بين نفسي يعني في فرحة، ما بقاش مستخبي وما بقاش مزيف بمعنى أصح. داخل مراكز دكتور ماجد زيتون نبعد بقى على التزييف خالص، ما فيش حاجة اسمها انت شخص مزيف او شخص مستخبي، انت هتبقى منحوت بمعنى أصح. انت جسمك مش هيحتاج يعني ان انا البس حاجة واسعة او البس حاجة مش مقاسي او يبقى في ديفو كان نفسي في حاجة البسها مش عارف البسها، لان الناس بتخس سمنة مفرطة والناس بتخس سمنة موضعية وبدون تدخل جراحي. نركز على الكلمة دي، بدون تدخل جراحي. والنهاردة معانا حالة بجد أنا مبسوطة جدا بيه وفرحانة جدا بيه، وهنسمع منه أكتر إيه المعجزات اللي بتتم داخل مراكز دكتور ماجد زيتون. بس خليني أرحب طبعا بوجودهم معانا، دكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور، منورنا كالعادة. والقمر دكتورة هبة فايد اللي يعني مكسرة الدنيا في السمنة الموضعية، يعني خليتي الناس ما بتروحش في أي مكان ولا أي عمليات. وطبعا الحالة الجميلة الشهاوي، انا علقت على اسمك عارف، قلت لا انت واضح ان انت يعني مولود قوي وهتفضل قوي طول عمرك. انتوا نورتونا. ما شاء الله. يعني هو لافت انتباهي، سرقني اكتر ان انا ابدا معاه، معلش اسمحوا لي. انت عندك كام سنه؟ 14 سنه. قلتين 14 سنه، والله انا ما مصدقه. ما شاء الله، يعني 14 سنه راح مراكز دكتور ماجد زيتون وخس وفرحان بوزنه وكمان الله. بيعمل جلسات ما شاء الله. كنت قد ايه وزنك؟ 120 كيلو. هنشوف صورتك دلوقتي، ماشي؟ كلنا هنشوف الصوره، خلي بالك. بقيت قد ايه دلوقتي؟ 85 كيلو. ايه اللي شجعك ان انت تخس؟ بابا وماما قالوا لي خس، وانا كمان كنت عايز اخس صراحه، عشان الحركه وشكلي والهدوم كده. طيب نزل قد ايه يا دكتور هبه؟ نزل 35 كيلو. 35 كيلو في 3 شهور. في 3 شهور. 3 شهور. طب احنا عارفين الشباب يا دكتور ماجد يعني في السن 14 سنه بيحبوا بقى الفاست فود يعني الاكلات اللي بره، وما اعرفش مطعم ايه فتح فين، صح ولا لا؟ طب انتوا عملتوا ايه معاه ده؟ هي يعني القصه ازاي؟ هي بص، احنا خلي بالك احنا ليا تميز برضه او الاسبقيه في علاج الاطفال، حتى السؤال كسمه الاطفال كسمة في التين ايجرز اللي هو السن المراهقة، تمام؟ وكتير طبعا مش عايزة نسبة السن في السن دوت، بصت حوالي 80% تقريبا نتيجة طبيعة الظروف اللي يعني او النمط الغذائي الغلط، الفاست فود وجانك فود والكلام ده كله. الفكرة كلها برضو عشان ما يجي شهاوي عندي، عشان ينزل من 120 ل 85 في خلال 3 شهور، يعني 35 كيلو في خلال 3 شهور، ده انجاز في حد ذاته. الانجاز ده ان عندي التولز اللي هي في اول حاجه بديها له احساسه الدائم بالشبع، احساسه الدائم ان مش محتاج يروح الفاست فود، يعني ده الوتر اللي بيبقى عليه، اذا امرته ان تطاع او استطاع. صح. فانا فاهم ازاي واحد بقى له 24 ساعه عمال قاعد في محلات الايه؟ فاست فود. صح. ازاي انقل له النقله ديت يخش باب تاني خالص، وفي نفس الوقت مش حاسس ان هو افتقد الايه؟ الفاست فود اللي بيستمتع بيه او الكلام ده كله. ده من خلال حاجتين، نظام تغذيه ناجح جدا كل اسبوع معايا مشبع جدا، بلس البروتوكول العلاج او روشته طبيه اللي انا بكتبها. روشته طبيه بتدي له احساس دايما انه واكل تورته على الصبح. حتى لو بيحب الفاست فود، اما احساس انه واكل كيلو شوكولاته شبعان خلاص. لا مش شبعان وبس، احساس بالبهجه بالسعاده. معايا ده مش مكتئب اللي هو اتحرم من الاكل ده. ما ده الوتر اللي بنقول عليه، ايه اللي بيخليني اجيب مثلا شاوي لازم من 120 ل 85؟ ان فاهم في جزء علاجي، مثلا ما اجيب مع بابته وبابا مثلا، واخوه على فكره خس معايا كمان. هو خس ايه؟ اخوك قد ايه؟ تقريبا حاجه 20 كيلو. وسنه قد ايه؟ تسعة تسع سنين. تسع سنين. اخوه
خاس ده هيكون معانا صورته يا دكتور هبه. عبد الله نازل من 75 يا جمال يا ناس والله يا اموره خالص نازل من 75 ل 52 كيلو ما شاء الله. فكلمه ما شاء الله دي بقى دي بتاعت التوفيق من عند ربنا طبعا، اللي هي الاسبقيه والتميز والانفراد حتى في الاطفال من 75 23 على داخل على 22 كيلو ده في خلال 3 شهور برضه تمام، بهذه الصحه بهذه ان يكمل طفل ان يكمل معايا 22 كيلو في 3 شهور ده معناه ان فاهم كل اللي هيخش بقه كطفل يكون شيء ايه ناجح. خليني اقول لك من نظام تغذيه ناجح لعلاج ناجح. خليني اقول لك على حاجه، انا طبعا لما دخلت الاستوديو يا جماعه انا كنت فاكره ان هو شكله صغير، يعني قلت هو خس معاكم بس هو يعني شاب سن اول واحد بس شكله صغير، في ناس ما بتديش سنه، لكن والله العظيم انا اتفاجئت ان هو 14 سنه. يعني انت غلام ان انا اروح، اصلي بيبقوا كبار في السن ومش عارفين يروحوا يواجهوا ان هم حتى مشوار بس اللي انت تروحي مركز تغذيه علاجيه بيبقى تقيل قوي على قلبه. قولي لي بقى اتعاملتوا معاه ازاي يا دكتور هاب؟ شهاوي جاي في شهر 7 كان 120 كيلو، اول حاجه قالها لي قال لي انا مش فارق معايا الميزان، انا عايز اعمل ترانسفورميشن لان انا شكلي مش عاجبني. كان عنده بطن وبصراحه بطنه مع الوزن اللي كان موجود كان مديله سن اكبر من سنه بكتير، يعني ما كانش فارق معاه السمنه على قد السمنه الموضوعيه بالظبط الشكل. احنا عايزين نعمل ريشيبنج، دي حالته مش كده؟ دي حالته. دي كانت بطنه اول ما بدانا خالص شهر 7 كانت 120 كيلو، بطنه لوحدها كان فيها 25 كيلو دهون، يعني نقول الدهون كلها او معظمها متمركزه في البطن بالظبط. فاحنا اشتغلنا معاه طبعا دايت عشان ننزل الاوفر ويت الموجود طبعا. بس مندي كنت مركزه جدا ان انا انزل كل الدهون الموجوده في البطن. استخدمت معاه طبعا تكنيك تجمد الدهون وتفتت الدهون، وطبعا النانو سيرابي اقوى تكنيك دلوقتي بيحرق كل الدهون. وكمان اعتمدت ان انا اهتم بالكواليتي بتاعت السكن نفسه، شكل الجلد، عشان كمان كنا في الصيف انا كنت عايزاه في اخر الصيف لو هيسافر واوريدي اصلا سافر كنت عايزه شكل الجلد ولابس مايو او لابس اي تي شيرت. هو غالبا خسس عشان كده اصلا. هو قال لي انا عندي جول، انا جالك في شهر 7 قبل دخول المدارس انا عايزه اخلص كل الاوفر ويت بتاعتي. فعلا حصل كده، احنا في شهر 10 لسه بادئين مدارس وشاوي 85 كيلو وخلاص خلصنا السمنه الموضعيه، فاضل بس في السمنه الكليه 5 كيلو. اراهنكم ان شهاوي صح هيكون حد ناجح جدا في حياته. طبعا هو ركز على الهدف، راح بنفسه، عارف هو هيعمل، راح عند مين طبعا. يعني في السن ده وعارف هو رايح فين ومراكز دكتور ماجد زيتون، وعارف هو مركز على البطن، وطبعا وكان ثقه يعني كان ملتزم جدا باللايت وبالسيشنز، وكان بيجي بالمواعيد وكل الانستراكشنز اللي كنا بنقولها كان بيعملها. هو حتى كان مبسوط جدا لما وريته كمان الصوره دي في العياده بعد بالظبط سادس جلسه، قلت له تعالى بقى يعني نعمل. نجيب الصوره تاني، نستاذن مخرجنا جميل استاذ مجدي يونس. انت بطنك اللي احنا شايفينها وبعدين اللي شفناها بعد ما خس، بصراحه انت كنت متوقع ان ده هيحصل بدون عمليه؟ لا. طب يعني الثقه كانت فين؟ سمعه الدكتور ماجد مثلا ولا ايه؟ الثقه كانت جايه لك من فين؟ سمعت على الدكتور ماجد طبعا وثقه صراحه يعني انت كنت يعني رايح في ثقه. لما خسيت مثلا يعني اول شهر مثلا لما خسيت مش فاكر قد ايه بالظبط بس كان 12 كيلو اول شهر يعني الثقه زادت. ما انت اول شهر 12 كيلو فخلاص يبقى انا اكيد هيخسسوا لي بطني يعني. الجلسات كانت متعبه مثلا؟ كان في حاجه بتضايقك؟ انت الدنيا ماشيه سلسه جدا؟ لا مفيش اي مشاكل. قول لي يا دكتور بقى، يعني حضرتك استاذ في الجلديه، يعني انا دايما بحب ادخلك في النقطه دي. طب انا هقول حاجه بس يعني ماشي بعد. سؤالي طيب. لا والله عارف سؤالي ماشي. طب قول لي ايه السؤال؟ الخبره. طب ايه السؤال؟ هختبرك على الهوا. السؤال ايوه، انت بتجيب النتائج دي ازاي؟ لا شفت بقى. او هقول لك حاجه، ايه تميزك مثلا في النتائج؟ برضو لا. لا طب بص بقى يا دكتور، بيبقى في فرق لما انا ابقى لسه في سن المراهقه دهون البطن دي احنا بنشوف الراجل الكبير بطنه ناشف. لا قول لي ايه الفرق بقى؟ الجلد بيتعامل معاه ازاي؟ لا لا بص، هو يعني دي النقطه اللي كنت عايز اجيبها، حتى شوف السؤال ده بس نفس الاجابه اللي كنت عايز اقولها لك. هي الفكره كلها يعني كذا نقطه سريعه عشان ما اطولش عليكم. ماشي. ادي شهاوي جات له الرغبه انه يخس. حل. لو راح مكان غلط هيتبهدل. وصلت؟ يعني اختار المكان الصح اللي ليه كواليتي، اللي ليه مصداقيه، اللي ليه نتائج. صح. ان الاراده حلوه قوي معايا بس في المكان الصح. اوكي. زي ما يكون انا طالب مجتهد ورحت مدرسه فاشله هتضيعني. فلازم يكون توجيهاتي لي تكون ناجحه احقق الرغبه الحقيقيه اللي موجوده فيها. صح. ودي يعني توفيق من عند ربنا. بلس حاجه ثانيه مهمه،
زي ما بهتم بالتخسيس للشخص اللي نازل 30 و40 وال100 كيلو، خصوصا لو بعرف بتكنيك ناجح، بهتم بالكواليتي بتاعت السكين. ان انا يهمني الكواليتي، انا شايف بشوف العيانين مع الناس الثانيه مع احترامي الجلد يعني يا جماعه، الجلد ان انا خسيت خسيت 30 كيلو مع شخص ما مش معايا، بس ما اجي قدام المرايه بحزن. قصدك بقى ترهلات يعني؟ بقى اسمعيني بقى الكلام بقى بخبره، ما انا بسالك. طيب ما انا بكمل حديثي، بكمل حديثي والله. ان فقط الدهون معايا اسعده، بس اللي نكد عليه والناس احساسه ان فقط 30 كيلو طبيعه الجلد اللي هي كميه الترهلات الموجوده بعد ما فقط، ان شيء طبيعي. لو انا مفيش علم هنزل الدهون الجلد هيترهل، خصوصا لما يكون في ترهل زياده. صح. كل مشاكل الجلد وعيوبها بتظهر، يعني لو كان في ستريتش ماركرز ما هو تخين بيبقى مشدود مش باين، يجي يخس هيبان اكتر، يبقى في مشاكل هتظهر اكتر نفسيا من كم الترهلات بقى جلده عامل زي الملايه لو خس غلط. معايا الستريتش ماركس بتبتدي تبان، الاماكن اللي فيها تعرجات فوق وتحت اللي زي السيلوليت او البيدرونش او عدم النظام الغذائي او العلاج الطبي الناجح ان ينزل اماكن وسيئة الاماكن معايا. فعشان كده هي صحه محترمه. لا ما شاء الله البطن، ما شفنا صوره البطن مشدوده وطبيعيه جدا. ما دي اللي عايز اقول لك المصداقيه فيه، ان يكون في اسبقيه وتميز في اللي احنا بنعمله، زي اهتمامنا بالتخسيس ال 100 كيلو وال 70 بعلم وبخبره على مستوى سنه بلا جراحه بلا مضاعفات ولا خطوط عمليه، باهتمامي بالجزء الداخلي للجسم ان ما يطلعش عندي ولا ترهلات ولا ستريتش ماركرز ولا الكلام ده كله. عشان كده يفضل ان العيان اللي يخش عندي يعالج سنه كليه يبتدي في نفس الوقت يعالج سنه ايه؟ الموضعيه، او يحسن طبيعه الجلد. طيب معايا. احنا عارفين يا دكتور هبه ان داخل مراكز دكتور ماجد زيتون مفيش حاجه اسمها جهاز ولا اتنين، لا في اكتر من 18 جهاز 19 جهاز بالزبط. وكل شويه دكتور ماجد بيجيب لنا الجديد داخل المركز عشان ما نلجاش لمكان تاني. ايه التكنيك اللي استخدمناه مع شاوي غير النانو ثيرابي؟ يعني اكيد في اجهزه طبعا. طبعا استخدمنا اجهزه النانو ثيرابي، بيكسر كل خلايا الدنيا الموجوده. حلو. عايزه اقول لك ان الشهاوي طبعا مش هينفع على الهواء، بس الشهاوي الصور الموجوده الجلد بتاعه كانه ما تخنش جرام، كانه ده وزنه من يوم ما اتولد اللي هو بدا اللي هو التطور الطبيعي، كانه ما تخنش، مفيش اي ستريتش مارك، مفيش سيلولايت، مفيش فلابنج، مفيش اي حاجه. كنت مركزه قوي قوي في التكنيك اللي انا بستخدمها اكسر الدهون واشد الجلد. هو ما كانش عنده من الاول اصلا ترهل قوي، بس طبيعي لما حد بيخس بيبدا الترهل يبان. زي ما دكتور ايه بالظبط. فانا كنت اول باول بننزل الدهون ونشد الجلد. استخدمت ليزر، استخدمت الترا ساوند بفتت الدهون، استخدمت كرايو بيعمل فريزنج للدهون، استخدمت كمان الار اف اللي بيشد الجلد. طبعا ما بين سيشن والتانيه حاجات كنت بزودها، حاجات بشيلها، بعمل ادت. انا بقى عايزه معلش اتكلم في دي. بنبقى رايحين اي مكان او اي مركز او بنشوف على السوشيال ميديا عرض، ماشي، جهاز الكرايو 6 جلسات، جهاز ما اعرفش ايه 8 جلسات. هو ده غلط، لان طبعا حضرتك قلتي دلوقتي ايه، انا الجلسه الاولى استخدمت اجهزه غير الجلسه الثانيه غير الجلسه الثالثه، فانا شايفه ان ده الصح. احكي لنا ده بقى بيتم ازاي يا دكتور؟ مفيش قول لنا ايه الغلط في يبقى جهاز واحد في كل الجلسات. اوكي، مفيش تو بيشنت مع بعض بيجوا لنا العياده نفس الحاله، عشان كده دايما كشف دكتور ماجد لازم معاه كشف سمنه موضعيه. مفيش حاجه اسمها باكج خده وامشي بيه. في سمنه موضعيه سوليد صلبه، في سمنه موضعيه طريه، في سمنه موضعيه طريه وفيها مشاكل زي السوليت والفلابنج والترهل. حلو. في سمنه موضعيه اللي هو زي ما بنقول بالعربي كده بطنه عامله زي البطيخه، تخبصي عليها تسمعي صوت. صح. ما ينفعش. أيوة. ابدا ابدا استخدم لهم نفس التكنيك ابدا. السمنه الصلبه وانا عشان انزلها لازم احولها لسمنه طريه، ان انا انزل الدهون وبعد كده ابدا اغير الاجهزه، لان في الاول مفيش ترهل. طب لما انزل الدهون هيبقى في ترهل، فلازم استخدم في النص اجهزه تبدا تخليني ميبقاش فيه ترهل تماما. شايفين الفرق يا جماعه؟ الكولاجين. والله انا حاسه يعني بترسم بترسم. تاني حاجه بعد اصلا سن 25 الكولاجين بيبدا يقل، وده اللي بيسبب السيلولايت ويبدا الفلابنج. السن الصغير فيه كولاجين، فالسنهم اكبر بستخدم معاهم اجهزه تحفز الكولاجين، جهازين وثلاثة كمان. السن الصغير استخدم جهاز واحد، فبيفرق على حسب الشكل والسن والعمر وكمان الوزن، فهو مش مجرد جهاز او اتنين. ما هو بصي انا حسيت، انت هو انت حسيت، انا هديك احساسي، انا حسيت ان انت رحت لعبت جيم كل يوم كل يوم لدرجه اللي انت رسمت جسمك، انت حسيت كده؟ واصحابك لو انت سافرت بقى المصيف طبعا البطن مختلف، حسوا كده؟ قول لي يعني تعليقاتهم ايه، احكي لي كده شويه. لا يعني اغلبيتهم مثلا سالوني خسيت عند مين او كده، والباقي قالوا لي يعني في ناس سالتك انت خسيت عند مين؟ اوكي، وايه تاني؟ وناس قالوا لي شاطر وشجعوني جامد. صحابي. ايه تاني؟
بس وقالوا لي شكلك بقى احلى بكتير. طب انت قدام بقى نفسك كده لما لقيت مفيش بطن كده مره واحده وكان بطنك كده، كنت حاسس قبل كده بايه ودلوقتي بايه؟ زمان يعني ما كنتش شايف ان انا تخين قوي، فحسيت بعد ما انا خسيت. يعني انت الموضوع جه معاك كده مش دريان زي ما بيقول الدكتور، صح كده؟ ما حسش خالص. ما هو صح، السمنه بتاخدنا كده واحنا مش حاسين بنفسنا. هو في سنه كمان خلي بالك، مجريات حواليه كتير. بس هو كان كلمه انت قلت لها شاوي، ان حسيت بالفرق بعد ما ايه؟ بعد ما خسيت. يعني انا كان محبوس في حاجه ايه مش مظبوطه، مش واخد باله. وانت قلت لي الكوره ومش الكوره، يعني وانت في الوزن 120 كان ايه بيمنعك الوزن ده عن ايه؟ يعني كان يعني ما كنتش بعرف العب اللي هي فوتبول مثلا، ما كنتش بعرف العب، حتى كنت بتمرن سباحه زمان بطلتها عشان تخن بسبب الوزن. مش قادر يعني الدهون الدهون مش بتدي الواحد لياقه، ويعني بتعمل خمول يا دكتور. بعد 3 شهور ايه الفرق؟ لا كتير طبعا، يعني حتى انا ناوي ان شاء الله هرجع للسباحه. اها. ولا ويعني مثلا باجي العب كوره مع اصحابي او كده طبعا ادائي يتحسن، وحتى الله. الحركه ما شاء الله. بس والله انا شايفه ان كلكم بكل صراحه، ما زعلش مني يا دكتور. لا لا ابدا. عقدتي شايفه ان كلكم والبطن دي كنت اصل يا جماعه والله العظيم الواحد بيبقى جسمه جميل ومرسوم ويعني لاقي كلكع كده في النص اللي هو يعني طب ممكن اضيف حاجه بتبوظ الشكل. اتفضل هو طبعا. الفكره برضو زي ما قلنا الكواليتي، يعني هي الفكره كلها عشان اجيب النتائج اللي ترضي العيان بمصداقيه الادوات اللي بيشتغل بيها، ان حتى المسميات ممكن تكون موجوده عند بعض الدكاتره كالترا ساوند والكراي، بس الكواليتي الاجهزه مختلفه. معلش ممكن نوضح مختلفة. نوضح يا دكتور معلش أوضح نوضح كلمه كواليتي، ان ممكن يا جماعه الجهاز يكون مش البلد انا مش عايز يعني لا معلش نقول لان الناس مش فاهمه موضوع يعني نفهم اكتر، ان دايت عن دايت بيختلف. حلو. بروتوكول علاجي روشيتا عن روشيتا تختلف. صح. حتى لو نفس التخصص. صح. يعني عشان الدكتور بتبقى ناجحه جدا وفي روشيتا بتبقاش ناجحه. صح. نتيجه الخبره والعلم والامان. صح. الاجهزه الكواليتي، في اجهزه سو شيب يعني ساعات كده بتلاقي عروض 18 جلسه كافيتيشن على 50 جلسه ب 3 جنيه ونص. ايوه. معايا بقى بشوف كده. وهو جهاز واحد اللي يعني هو يعني انا غلط. مره حسبناها انا وبتاع يعني الجلسه ب 3 جنيه او ب 2 جنيه ونص حاجه كده. ده معناه ان الجهاز رديء جدا، شكله عايز يجذب الناس اكتر منها نتائج. هي الفكره كلها المصداقيه، لان انا عايز اجيب نتائج مع احترامي اي حاجه ثانيه. دكتور محترم مش عايز يقول يعني دكتور أنا محترم يعني مش عايز يقول، بس انا يعني انا مش يعني دكتوره فانا هقول الجهاز يا جماعه مش يعني مثلا في جهاز امريكي، في جهاز فرنساوي، في جهاز الماني، في جهاز صيني، وفي صيني رديء، يعني في صيني درجات. خليني اقول يعني انا قلت هو اللي انا عايزاك يعني تقوله بكل صراحه. يعني يا دكتور يعني الاجهزه عندنا اجهزه غاليه قوي، يعني انت وبتدفع فلوس الناس بتتغش وكده كده بتدفع. بص هم كده كده بيدفعوا فلوس. بص هو الغش فلما ادفع فلوس ومفيش نتيجه دي اهرب بامانه. في ناس بيبقى بتحوش، في ناس بتعمل جمعيات عشان تنزل البطن او الارداف، يا حرام. هقول لك حاجه، فاكره كان من ضمن الحالات اللي بتيجي كانت تقول لك جلسات عند دكتور ماجد مختلفه تماما عن الجلسات اللي عملتها قبل كده في اي حته ثانيه. طبعا دي نتيجه الكواليتي اللي فيها يعني فيها تكلفه، فيها تكنولوجي، فيها نتائج. مكلف. انت مكلف يا دكتور. يعني فاكر ما قلت مره بالصخص انا يهمني ان يطلع معايا شهاوي بكل المصداقيه ورب الكعبه من 120 ل 85 الى 35 كيلو في 3 شهور بهذه النضاره والوش وعلاج سنه موضعيه بحرفه ومهنيه، ولا جراحه الجبهه ولا شفط دهوني يعمل الكلام ده، ولا يعني مفيش مضاعفات ما شاء الله. وقبل ما نختم دكتوره هبه بتقول ان 25 كيلو نزول من البطن بس، يعني ممكن تكون يعني سبب السمنه عندك هي موجوده في مكان انا ممكن انزله بكل سهوله من غير وزي القمر اهو زي الفل، ولا في سواد تحت عينيه. انا الفقره انتهت انا عارفه، بس يعني انا عايزه اتغزل في الجمال ده شويه. بس انت نورتنا. انا اقول لك يا قلبي لان انت بالنسبه لي يعني اخويا الصغير يعني، ودايما تكون كده مشرفنا. انا ببقى مبسوطه وفخوره ان عندنا شباب كده هيطلعوا. انا شايفه ان ده هيكون حد ناجح قوي ان شاء الله. بنشكر دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه التغذيه العلاجيه، بنشكر دكتوره هبه فايد اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه الموضعيه، وبنشكر طبعا الشهاوي هشام انت نورتنا، وانا كمان بشكركم. فاصل وبسرعه رجع لكم تاني. و
ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج انا والطبيب، والفقره دي هتكون طوق نجاه ناس كتير قوي. دايما لما بحب اتكلم عن علاج الالام ببقى من جوايا مبسوطه، لان اكتر حاجه ممكن تضايقنا وتعصبنا وتحسسنا ان الدنيا جحيم الوجع. يعني انا ممكن يكون عندي حاجه وكوني ان انا مش حاسس بيها ممكن اتجاهلها، ااخر ان انا اروح للدكتور، لكن ممكن تبقى حاجه بسيطه صغيره قوي وعامله لي الم بتبقى بالنسبه لي حاجه اكبر بكتير من الحاجه الكبيره دي. في دكاتره شاطره جدا وانتوا عارفينهم ومحققين نجاح كبير قوي ومعايا على مدار سنين في كذا قناه طبعا، وانا بتشرف ان هم موجودين معايا في صدى البلد وبرنامج انا والطبيب، لان هم محققين نجاح كبير ومش سايبين حد، رايحين لكم في كل المحافظات. علاج الام خشونه الركبه، علاج الام سواء اي مشكله في العمود الفقري، دي حاجه مش سهله، ولكن عارفين السهل الممتنع اللي هو الحاجه اللي هي انت خففتني وخلتني امشي، وناس كانت بتمشي بعكاز، ناس ما كانتش بتتحرك، ناس مش عارفه تصلي، ناس مش عارفه تقوم حتى تعمل تاكل لقمه مع نفسها. كمان معانا مفاجاه حلوه قوي 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 قوي، وتقرير لفنان كبير انا من خلال برنامج انا والطبيب بقدم له، يعني بقول له الف مبروك والف شكر طبعا للدكاتره اللي يعني مشرفيني انا وقايمين معاه بمجهود جميل زي ده، وقالوا لي كمان هو اللي صمم ان هو يعمل التقرير ده من كتر فرحته ان ركبته الموضوع اختلف معاه خالص. هنشوف التقرير طبعا، ولكن خلينا نرحب بالدكاتره المتميزين، دكتور سامي انديل استشاري اول علاج الالام والمفاصل والعمود الفقري بدون جراحه، دكتور يوسف سراج الدين استشاري جراحات العظام والكسور وعلاج الام المفاصل. اهلا وسهلا بيكم ونورتونا، وحشتوني جدا 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 ومكسرين الدنيا كالعاده، وجايين لي بمفاجاه حلوه قوي. اول ما سمعتها انا بصراحه قلت ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه المجهود الكبير يا دكتور سامي اللي بتقوموا بيه ده؟ ازاي بيبقى فيه يعني تطور كده؟ احنا عارفين طبعا علاج الالام حلو قوي، بس انتوا عاملين طفره كبيره قوي، ايه اللي بيحصل؟ كل شويه تقدم. الحمد لله، ما شاء الله، فضل ونعمه عند ربنا الحمد لله. هو الفكره بس ان انت فعلا يعني حطيت الطريق قدامك، حط هدف كل يوم في جديد لازم تبقى قاري عنه وشايفه منه، لازم تتعرفي على كل حاجه جديده، بتاخدي كل الخيوط معاكي، بتحاولي دايما دايما تجتهدي نزود من طموحنا. الامور بدات الحمد لله، يعني الامور بدات تتفتح اكتر، بدانا نوصل لناس كتير، القاعده بدات تكبر، بقينا نشوف حالات كتير، وبقينا نشوف حالات بتتحسن كويس قوي وحالات لسه محتاجه، فالتفاصيل بدات تكبر وبدات الامور الناس يبقى عندها وعي. يعني الحمد لله رب العالمين، كنا بنتكلم من 5 6 سنين، وممكن انت حضرتيني من 5 6 سنين كنت لسه بقول لك يا ميري قولي للناس تعالوا، الموضوع ابسط من كده، كنا لسه بنعرف الناس تعالي ازاي نعالج الخشونه ازاي. الحمد لله الامور وسعت جدا والامور اتضحت وبقى في نتائج كويسه جدا. انتوا كان على 7 8 سنين، فالخبرات زادت، النتائج بقينا نعالج اخطائنا، نحدث اكتر، الحمد لله رب العالمين في نتائج كويسه، وده اللي بنقوله الطب كده، كل يوم في جديد، كل يوم في تعديل لخطتك، فالامور ماشيه كويسه الحمد لله رب العالمين، وصلنا لمعظم الناس في كل محافظات مصر الحمد لله. وهنقول طبعا ايه المحافظات اللي موجودين فيها، ونسال بقى سؤال مهم قوي، علاج الالام بقى موصلنا ان انا بذات نفسي لما بسمع حد عايز يروح يغير مفصل ركبه اقول لهم النبي استنوا شويه، يعني طب اخر فرصه، طب بس روح عند دكتور، وببعتهم لدكتور سامي بكل صراحه، وهو شاهد بحاجات زي كده انا عملتها وفعلا نتائجهم حلوه قوي. ازاي دكتور من حد هيغير مفصل ركبه وحد لا بيمشي ومش مغير المفصل الركبه وبقى زي الفل؟ وده دايما احنا بنقوله للمريض، امتى انت تحتاج ان انت تغير مفصل الركبه؟ مفصل الركبه المفصل الصناعي اللي اخترعوه عشان يركبوه للانسان بيبقى ليه مواصفات معينه. مريض لا قدر الله كان عنده كانسر وحصل عنده تاكل في المفصل تماما والمفصل نفسه ما عادش موجود، ده ساعتها نقدر نقول له ان انت محتاج تعمل عمليه تغيير مفصل الركبه. مريض لا قدر الله تعرض لحادث كبير وحصل عنده كسور والسطح المفصلي شكله تغير تماما وما بقاش موجود مفصل، ساعتها لازم هنحتاج ان احنا نغير المفصل. لكن مريض عنده مفصل والمفصل الطبيعي ما زال موجود وبيمشي وبيتحرك بيه ولكنه مؤلم، طب انا ليه اغير المفصل الطبيعي اللي ربنا خلقه؟ خاصه ان زراعه المفصل في الجسم ليها اعراض وليها مشاكل وليها تفاصيل كبيره جدا ليست سهله وليست بالسهوله الطبيعيه اللي احنا بنقولها. لكن انا دايما بقول للمريض انت طول ما المفصل موجود وبيتحرك وبتقدر تستعمله بس بيألمك احنا نقدر نشيل الالم اللي موجود ده. التقنيه والطب قدم لنا حاجه حديثه عمرها مش طويل قوي، بقى لنا حوالي 8 او 9 سنين بره مصر وحوالي 7 او 8 سنين جوه مصر، ما شاء الله.
بدأنا نقدر نعمل إعادة بناء للسطح المفصلي للركبة اللي هو الجزء اللي حصل فيه تآكل نتيجة الأمراض المزمنة، نتيجة الوزن، نتيجة تقدم السن، سوء الاستعمال، بيبدأ يحصل تآكل للطبقة السطح المفصلي دوت. دلوقتي بقى عندنا تقنية البي ار بي اللي تطورت بصورة كبيرة قوي آخر 3 أو 4 سنين، كمان الأنابيب اللي بنعمل بيها عملية الفصل، طريقة تركيز الصفائح الدموية، عوامل البناء اللي موجودة على الصفائح الدموية لو فيها ضعف عند أي مريض نقدر نصلحها، نقدر نجيب العوامل ديت من بره وبنقدر نزرعها دلوقتي على البي ار بي بتاعه المريض، بتعمل اعاده بناء للسطح المفصلي مع شويه تعليمات صغيره بنديها للمريض. لو العوامل الهدم اللي عندك اللي هي الوزن، السكر، الروماتويد، المشاكل الصحيه اللي موجوده عندك، انت بتصلح المشاكل ديت اللي هي بتعمل عوامل الهدم، واحنا بنعمل لك بنسرع عمليه اعاده البناء بتاعه السطح المفصلي، فبيختفي الالم. بنخلي الناس من واحد قاعد مكانه بالظبط، وعارفه ان في ناس بيجي لكم اول جلسه بعكاز وناس كرسي متحرك، كرسي متحرك ما شاء الله، وبيطلعوا سلالم وبينزلوا. دايما بحب أكد مع حضراتكم ان الحقن ده ما فيهوش كورتيزون يا جماعة، عشان الناس اللي واخدة فيدباك او سمعة غلط قبل كده زمان بحقن الكورتيزون، الموضوع مش كورتيزون، العلاج طبيعي 100%. بيتم ازاي يا دكتور الحقن؟ بص، هو اول حاجة الحمد لله رب العالمين، وبرضو يعني الكلام ده احنا بنقوله وبيتنفذ والمريض بيشوفه بعينه. احنا المريض لما بنعمل له كونسلتيشن ونشوفه ونحدد درجة خشونته بنعمل له خطة علاج وبيتكتب فيها، وبيبقى شايف ان هو احتمال يعوز جلسة او جلستين، درجة خشونته الدرجة التانية، حطينا له البروتوكول، بيتنقل من عندنا بعد ما بنكشف عليه ونكتب له الفيتامينات والادوية اللي احنا هنمشي عليها او الدهانات، يدخل على دكاترة المعمل، بياخد عينة الدم ده قدام عينيه لانه بقى اهله معاه كمان ماشيين او المرافق ليه. بعد كده البلازما بتتفصل قدامه وندخل على اوضه الحقن. البلازما اللي هي انا بسحب عينه من الشخص اللي هو من المريض هيحقن، اللي هو عشان ناكد بس عليه. طبعا عينه الدم منه بقى مرافق معاه وهو موجود، دكتور المعمل بيشوف صوره الدم بتاعته، هو مش متبنك في اي حاجه. اوكي، دكتور المعمل بيتكلم معاه بيشوف صوره الدم ويشوف نسب البليتلس والصفائح اللي عنده قد ايه. بعد ما بنفصل البلازما وكلها الحمد لله رب العالمين ما فيش اي ايد بتلمسها، لان كلها حاجات بتتفتح لاول مره، انابيب من كيسها من علبتها السرنجات والكانولا كل حاجه. بعد كده بتروح متكيسه ومتغلفه لاوضه الحقن، المريض بيقعد بيتعقم ركبه كويس جدا، بنرش بنج موضعي اللي هو زيروكين سبراي 2% او 3% عشان يخضر الجلد. بعد كده بندخل ببنج صغنون سن الانسولين، ابره فيها بنج تاني سن صغنون خالص. اوكي، نحقن، اصبحت حوالي 3 سم متخضرين كل السمك بتاع الجلد اللي هو فيه الاحساس. بندخل بابره البلازما ببنج تاني داخلي تحت جوه المفصل عشان برضو حتى احساس الحقن جوه المفصل، هو اوريدي الحقن داخل المفصل مش بيوجع، يعني انتوا حتى احساس الحقن الالم بتاعه مش بتحسسه دي حقيقة المريض، دي حقيقة اللي هو اصلا عنده الم تعبان. فالحقن بيتم بدون اي الم خالص وقدام عينيه شايف كل اللي بنقوله، المريض البنج قدامه، لو احتاجنا البرون سيرابي اللي هو المغذي بيبقى متعبي قدامه، لو احتاجنا الجيلاتين او الملاين او الادويه كل الجانبية حاجه قدام المريض وهو فايق وشايف ايه اللي بتعمله وايه اللي بتحقنه، ويقوم يمشي عادي جدا، يخرج يروح كل التعليمات ويروح ويتابعنا بقى على مدار عدد جلساته. ده بيروح مش بيسيبكم بعد كده، لان انتوا طبعا ما شاء الله ما شاء الله بتبقوا سبب ان هو بيتحرك، وعلى الاقل بتخففوا الالام اللي موجود اللي هو طبعا تعبه. البلازما بتشتغل ان هي فيها ضد الالتهاب، فبتقلل الالتهابات واللي حاصله في ركبته. بعض الناس عندهم التهابات هي نفسها ماده جيلاتينيه فبتدي احساس الليونه وتحسن الليونه جوه الركبه، تلاقي المريض بعض الناس تقول لك كده، والحمد لله بيقولوا ان كانت ركبتي قفشه مش عارفه افردها واتنيها، بدا فيها الليونه، غير ان هي بقى هتبدا في مرحله البناء. هو ده اللي بقى ايه بنعوزه على الجلسات، ان هنبدا الهدم هيبدا يقف، الخلايا اللي عماله تقع هتبدا تقف، الهدم يبدا يبني نفسها ويبدا التحسن يحصل، تغيير مفصل ولا اي مشاكل ولا تقعد مكانك. خلينا اقول المفاجاه هتكون معانا دلوقتي، وانا سعيده جدا بالتقرير ده، واتمنى ان هو يفضل يتعرض على طول، عشان كل الناس لما بتلاقي فنان مشهور ومعروف راح عمل حاجه، احنا ذات نفسينا كلنا بنحب نشوف الناس اللي هي قريبين مننا، حتى لو اخويا اختي راح عمل حاجه فانا ببقى مطمنه. فلما نشوف فنان كبير زي ده وتعالج والحمد لله خف على ايد الدكاتره الشاطر الموجودين معانا النهارده، يعني انا متهيالي بعد كده هنروح واحنا مغمضين عينينا. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. الحمد لله يا حبيبي، شرفنا النهارده، ربنا يخليك يا دكتور سامي. انا عايز اسمع حضرتك بقى بتقول ايه، لان انت النهارده جاي لي بفضل الله ربنا يخليك، حضرتك جاي علشان عايز تقول رساله معينه، ودي حقيقه. يعني انا النهارده الجلسه الاخيره
مع حبيبي والهديه اللي ربنا بعتها لي دكتور سامي لعلاج الخشونه عندي في الركب. النهارده الجلسه الاخيره دكتور سامي التحسن فوق ال 95%. الحمد لله. الله اكبر. والشفاء من عند ربنا. وربنا يكرمك ويخليك، وده حقك عليا ان انا اقول للناس بجد يعني فعلا الطريقه اللي انت بتعالج بيها دكتور سامي من انجح الطرق اللي انا جربتها مؤخرا وجابت نتيجه واغنتني عن ان انا افكر ان انا اعمل عمليه، ودي كانت بالنسبه لي مشكله كبيره. طلوع السلم كمان الله اكبر دلوقتي والنزول بقى اسهل كتير من الاول الحمد لله. اللي عايزه يكون بقى فعلا نصيحه للاستاذ هاني شاكر بجد النقله كبيره قوي. الحمد لله. الحمد لله. خد بالابره، احنا عندنا الطرق البسيطه السهله، بنج موضعي مرش بنج وليد بنج موضعي بسن صغنون، والمريض دوم يمشي. مش عايزك تبخل على جمهورك. حاضر. بحفلات محضرين حاجات حلوه قوي واغاني جديده وحفلات، واول حفله تسمح لي الدعوه لحبيبي دكتور سامي تنورني وتسعدني ووريك ان انا بتحرك على المسرح ان شاء الله. حاجه انا والدكتوره منال زوجتي طبعا ده يسعدني وابقى ده يسعدني ويشرفني دكتور سامي. الف الف شكر ليك يا حبيبي على اهتمامك وذوقك والاستقبال الرائع الجميل اللي من حضرتك ومن كل اللي في العياده. ربنا يخليك. انت شرفتنا، وانت حضرتك يعني اكبر صوره مشرفه لينا ان احنا الحمد لله بنحاول نخدم الناس، والحمد لله رب العالمين ان ربنا بيض وشنا معاك والاستجابه بتاعت ربنا والشفاء عشان لله. قلبك الابيض حبيبي ربنا يسعدك ويخليك ليا يا رب. الله يخليك. ورجعنا لكم من جديد، وعايزين نقدم يعني ألف شكر للدكاترة اللي منورنا النهاردة على النجاح الجميل، وبنقول طبعا ألف حمد لله على السلامة لفناننا الجميل أستاذ هاني شاكر اللي دايما يعني بيسعدنا بصوته الحلو. وصل لكم إزاي؟ قول لي بقى يا دكتور. والله هو الظروف إن كان في يعني مريض عندي راجل محترم قوي اسمه أستاذ إبراهيم، زميل جدا وصديق اسري يعني مع الاستاذ هاني، فكان عمل عندنا بلازما في مدينه نصر وتحسن جدا، فبكلام بيجيب بعضه بقى، فهم في جلسه عائليه فقال له لا ده انا عملت كذا وكذا، ولقيت الاستاذ هاني بيكلمني، الاستاذ ابراهيم اداله الرقم، فقلت له طبعا تشرفنا وتنورنا، فبدانا معاه الجلسات. ويعني بصراحه ده شرف لينا، لان ده راجل ما شاء الله من المحترمين جدا اللي هو مازال متمسك بكل القيم والاخلاق. الاستاذ هاني من يعني اخر حد كده تحطيه وبعد كده تلاقي بقى الفن صح اختارف. طبعا اخر كده المحترمين طبعا. هو اللي قافل صادت كده بتاع الاخلاق كلها الاحترام طبعا. فطبعا انا في الاول كنت يعني قلقان ان هو يبقى خايف، لان هو فعلا بيقول لي بخاف جدا. في ناس اصلا بيبقى عندها حتى فوبيا من الحقن، فهو قلت له ما تقلقش هنبدا خطوه وبدانا زيرو بامانه يعني هو بيقول لي انا بخاف من حاجه اسمها حقن ومرعوب. قلت له لا خطوه معاك. بعد ما خلصنا هو طبعا انا عايز اقول لك ان الفيديو ده هو اللي طلب يعمله بعد ما خلص الجلسات الحمد لله، ويمكن قبلها بحوالي بعد الجلسه الثالثه هو كان عامل حفله قريب من حوالي اسبوع و10 ايام في القلعه ما شاء الله، قعد 3 ساعات رايح جاي على المسرح وبيغني، فهو الحمد لله اتحسن انبسط جدا وخف الحمد لله. فنان جميل وقيمه وقامه كبيره علميه طبعا. وحضرتك وهو قيمه وقامه فنيه، فعارف يعني الحلقه دي دسمه قوي. هو اللي اصر ان يعرف الناس، لان قال لي فعلا الناس ما تعرفش، وده فعلا خير ولازم نعرف الناس منه. خلينا نسال دكتور سراج، هو يعني احنا شفنا الفنان الجميل هاني شاكر فرحان ومبسوط، اللي وصل له ده بعد كام جلسه وبعد المده كانت قد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنقولها ان احنا الحلقه ديت زي برضو النقطه اللي انت اثرتيها ان احنا ما بنتكلمش على الكورتيزون، لان الكورتيزون بيبقى تاثيره لحظي وسريع وللاسف للاسف بيعمل تاكل زياده للمفصل. لكن الحلقه ديت لما صورناها مع الاستاذ هاني احنا تقريبا كان بعد 3 شهور تقريبا من فتره العلاج بعد كذا جلسه متكرره، يعني هو كان بيجي في المواعيد بتاعته وكان ملتزم جدا ومنضبط جدا في مواعيده، لما بنقول له الميعاد كذا بيجي وبيحب يسال وبيحب يفهم وهنعمل ايه المره دي، وبدانا نعمل معاه عمليه البناء ديت لما بدات تظهر النتائج بتاعتها الحمد لله بيبدا الالم يختفي تماما، لان الجزء السطح المفصلي اللي كان حصل له تاكل بيظهر تحتيه الاعصاب الطرفيه اللي بتعمل الالام بدا يتغطى عن طريق حقن البلازما، فبتتكون الطبقه الطبيعيه المفصليه فالالم بيختفي، فيبدا يتحرك من غير الم، يبدا يتني ركبته براحه من غير ما يبقى عنده اي مشكله، يقدر يقف ويقدر يتحرك. ومن ضمن التعليمات اللي احنا دايما بنقولها للمريض بتاعنا اتحرك دايما، امشي دايما، ما تستسلمش للقعده. اول ما يحس ان مفيش الم
بالظبط هو اصلا هيتحرك هو في فكره خاطئه. في مين فينا بيحب يقعد؟ لا في ناس ان كبار السن بيبقى عندهم فكره يقول لك ان انا لو مشيت او استعملت ركبتي كتير انا بزود التاكل اللي موجود فيها، ودي معلومه طبيه خاطئه تماما. الحركه او المشي بانتظام لفترات مش طويله قوي ده بينشط افراز السائل الزلالي، بينشط بيقوي العضلات الموجوده حوالين مفصل الركبه، بيحسن الصحه العامه بتاعه الجسم، فبيخلي المريض يبدا يتحرك اكتر. وده اللي شفناه مع الاستاذ هاني، الامور لما بدات الالام بدات تختفي عنده، بدا يتحرك، ما عادش فيه مسكنات الحمد لله، وبدا يمارس حياته الطبيعيه تماما. انا مش عارفه اقول لكم ايه غير ان انا كان نفسي الفقره دي تبقى ساعه، ولكن في تقرير هيكون معانا يا جماعه بنبين فيه كمان ان الدكاتره الشاطره دي مش بس بتعالج مشاكل الام الركبه، لا كمان مشاكل الام العمود الفقري، وهيكونوا معانا في فقرات كتير هنتكلم بدقه عن العمود الفقري ومشاكله وازاي بنعالج الام فيه. بس خليني طبعا اشكرهم، بنشكر دكتور سامي قنديل استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه، ودكتور سراج الدين استشاري جراحات العظام قصور وعلاج الام المفاصل. انتوا نورتونا، وهنشوف التقرير وهنرجع لكم بعد كده بفقره جديده. في الفقره الرابعه والخامسه عملت رنين، الدكتور قال لي اني لازم انا الشريحه المفصليه. كنت بروح لاي دكتور كان يقول لي غير مفصل. بدأ الجمعيات تتفق على تعريف واحد، هو القصف الذي يحدث في خلال دقيقة من العلاج، ممكن يكون بشكل دائم أو شبه دائم، على أن يتسبب ذلك في الإحباط لأحد الزوجين، ممكن يكون قبل الإدخال أو بعد الإدخال. فبعض الناس بيبقى عندهم قصف سريع جدا، ممكن ما بيلحقش يقيم علاقة جنسية وبالتالي بيحصل عملية القصف. فطبعا لازم يكون بشكل دائم. يعني بعض الناس برضو بتقول والله يا دكتور اصل انا مره مثلا حصل له سرعه قصف، ده ما نقدرش نحكم عليه، لازم يكون اكتر من 50% من عدد اللقاءات الجنسيه، لان بعض الناس بيكون عنده قلق توتر شويه، فاحيانا يصاب مره مثلا اثناء العلاقه بسرعه قصف. ده طبعا يعني وده برضو هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل في انواع سرعه القصف. طيب ايه الاسباب اللي تخلي المريض عنده سرعه قصف؟ كتير جدا يا دكتور والله انا كنت كويس جدا من فترة وبعد كده جالي سرعة قصف. واحد تاني والله هو أنا من ساعة ما اتجوزت يا دكتور وأنا عندي سرعة قصف. طيب إيه الأسباب اللي بتخلي الموضوع ده؟ الأسباب طبعا قد تكون مشاكل نفسية، ودي أشهر حاجات إن المشاكل بتكون نفسية، زي مثلا المريض الآن متوتر خايف. بعض الناس عندهم ترقب لسرعة القصف، هو حاسس إن هو ممكن يجيله سرعة قصف أثناء العلاقة، وبالتالي بيخاف ان هو يقيم علاقه جنسيه. واحيانا بعض الناس بتنفر من العلاقه او بيهرب، تلاقي المريض مثلا عشان ما يحصلوش احراج قدام الزوجه، او هو يبقى خايف ان هو يقيم علاقه، فبالتالي بيهرب من اقامه العلاقه الجنسيه. فاشهر الحاجات طبعا اللي هو تكون المشاكل الجنسيه. بعض الناس برضو اللي هو عنده الزوجه نفسها عندها شبق جنسي عالي جدا او عندها قدره جنسيه عاليه جدا، وبالتالي المريض بيحس بالنقص قدام الزوجه بتاعته، فبالتالي طبعا بيبدا ان هو يهرب ان هو يقيم علاقه. بعض الناس برضو اللي هو يعني بيسافر فترات طويله وبيغيب فتره عن المدام بتاعته، فبالتالي اول مره لما يجي يقيم علاقه جنسيه احيانا قد يصاب المريض بسرعه قصف. بعض الناس مثلا اللي هو مراته كانت حامل او بقى له فتره كبيره برضو ما حصلش علاقه، فاحيانا لما بيجي يقيم علاقه جنسيه ممكن في اول مره يجي او يصاب بالموضوع اللي هو سرعه القصف. فبالتالي طبعا دي حاجات طبعا بنسميها بيندرج تحت النفس. لكن احنا كدكاترة ذكورة برضو بنهتم بالجانب العضوي، لان الجانب العضوي زمان كانت الناس بتقول كل حاجة ان هو نفسي، لا ظهر دلوقتي ان فيه مشاكل عضوية. واشهر المشاكل العضوية المريض اللي هو عنده نقص في مادة كده اسمها مادة السيروتونين، والمادة دي طبعا هي المسؤولة عن موضوع القصف، وبالتالي لما يحصل نقص في هذه المادة بالتالي قد يصاب المريض بموضوع سرعة القصف. احنا بنسميه هرمون السعادة، او الهرمون اللي هو بينبعث اثناء لما يكون الشخص عنده يعني عنده سعاده، او ده بينزل في المستقبلات العصبيه، وبالتالي بينبه الجسم ان هو يقيم علاقه جنسيه كويسه. من ضمن المشاكل برضو المريض اللي هو عنده مثلا عنده مشاكل في الاعصاب، مثلا زي مريض السكر
مريض مثلا عنده مشكله في الاعصاب الطرفيه، مريض عنده مشكله مثلا زي مالتيبل سكلروزيس، مرض كده اسمه مالتيبل سكلروزيس ده او بنسميه التصلب المتعدد. بعض الناس برضو لو هو مثلا متعود على المخدرات او متعود ان هو بياخد ترامادول او بياخد حاجات زي كده، فطبعا احيانا لما نيجي نسحب الحاجات دي من جسمه احيانا قد يصاب المريض بموضوع سرعه القصف. فبالتالي طبعا الاسباب كتيره جدا، منها زي ما قلنا الاسباب النفسيه والاسباب العضويه. طيب هل سرعه القصف الناس كلها زي بعضها ولا في انواع معينه؟ يعني هل مثلا كل واحد عنده سرعه قصف زي التاني ولا في اختلاف؟ الحقيقه طبعا هو في اختلاف. فبعض الناس ممكن يكون هو من اول ما بدا يمارس العلاقه الجنسيه او بدا يتجوز يعني عنده سرعه قصف، فهو من ده بنسميه اللايف لونج، يعني هو من اول ما بدا يمارس علاقه جنسيه عنده سرعه قصف. وده احيانا بيكون بسبب عنده حساسيه زايده في راس العضو الذكري، بعض الناس عندهم يعني مشاكل جينيه او مشاكل وراثيه، او بعض الناس عندهم مشاكل في الانتصاب. واحيانا برضو بيكون المريض هو كان كويس، يعني هو كان بيمارس علاقه جنسيه كويس جدا ما عندوش اي مشاكل، وبعد كده بدا يجيله سرعه قصف، فده بنسميه الثانوي، يعني هو ما عندوش مشكله بس بدا يجيله سرعه قصف. وده بيكون طبعا بمشاكل، يعني هو كان عنده ما كانش عنده مشاكل في البروستاتا بدا يجيله مشاكل في البروستاتا، المريض مثلا ما كانش عنده سكر بدا يجيله سكر، فهو حصل سرعه القصف نتيجه امراض معينه طرأت او حاجه جديده طرأت، فبالتالي بدا يجيله سرعه قصف. بعض الناس هو كويس جدا ما عندوش اي مشكله، لكن احيانا يجيله سرعه قصف، ده بنسميه اوكيجنال، يعني احيانا هو راجل كويس جدا ما عندوش مشكله بس في بعض الاحيان بيجيله سرعه قصف. في بعض الناس برضو هو اصلا ما عندوش سرعه قصف، يعني هو كويس جدا ما عندوش اي مشاكل، بس هو بالنسبه له ان التايم او الوقت بتاع العلاقه الجنسيه بالنسبه له هو غير مرضي او غير مرضي للطرف الثاني. لكن هو لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين او على عكس متوقع من الناس ان مده العلاقه الجنسيه الطبيعيه هي بتكون من 3 ل 7 دقائق بمتوسط حوالي 5 دقائق. يعني ناس كتير جدا بتعتقد المده الجنسيه لازم تكون طويله، او بعض الناس طبعا اللي هي بتتفرج على الافلام الاباحيه او حاجات زي كده فمتهالوا ان ده المده اللي هي الطبيعيه بالنسبه للعلاقه، لكن علميا المده الطبيعيه من 3 ل 7 دقائق بمتوسط 7 دقائق. فبالتالي المريض ده هو بالنسبه له الوقت ده مش كافي، او ال10 دقائق دول بالنسبه له مش كافيين او مش كافيين للزوجه، فبالتالي المريض هو سليم، لكن هو بيشتكي ان هو عنده سرعه قصف او الزوجه عندها سرعه قصف. طيب احنا ازاي بقى بنشخص المريض اللي هو عنده سرعه قصف؟ الحقيقه طبعا لما بيجي لنا المريض وبيشتكي من موضوع سرعه القصف نبدا نقعد معاه، والحقيقه برضو وجود الزوجه اثناء العلاج طبعا بيكون مهم جدا، لان احيانا بنقعد مع المريض بنفهم طبيعه العلاقه او طبيعه المشكله فين، طبيعه العلاقه بين الزوج والزوجه. احيانا برضو المريض يقول لك والله انا كويس انا ما عنديش اي مشكله خالص، لكن الزوجه تقول لك لا ده هو مش كويس ده هو عنده مشكله ضعف الانتصاب. فاحيانا وجود الزوجه بيكون مهم لانها ممكن تقول لنا بعض النقاط اللي هو المريض نفسه ما بيقولهاش، يعني في حاجات كتيره جدا بيبقى مشاكل بين الزوج والزوجه المريض نفسه او هو الزوج نفسه ما بيقولهاش او الزوجه نفسها ما بتقولهاش، لكن لما بنجيب الاثنين مع بعض فطبعا ده بيفرق معانا طبعا في العلاج. ولازم برضو الزوجه تكون داعمه للزوج، يعني يمكن يعني من الحاجات المهمه جدا ان الزوجه نفسها لازم تساعد جوزها ان هو يتعالج وان هو يبقى كويس. بعض الناس طبعا عنده مشكله مثلا زي حرقان في البول او عنده الميه ضعيفه او بتقطع، فدي كلها طبعا ممكن تكون اعراض للبروستاتا، وبالتالي المريض نفسه بدا يجي له سرعه قصف بسبب التهاب البروستاتا. بنبدا نعمل بعض الفحوصات طبعا، الفحوصات طبعا قد تكون طبعا فحوصات معمليه زي مثلا تحليل البول عشان نشوف فيه التهابات او مفيش، ساعات بنعمل تحليل لسائل البروستاتا نشوف فيه ميكروب مثلا في البروستاتا او لا، احيانا بنعمل برضو فحوصات ضعف الانتصاب لان المريض ممكن يكون عنده مشكله ضعف الانتصاب وهو متهاله ان هي المشكله كلها سرعه قصف، فبنحتاج نعمل بقى تحاليل زي تحليل مثلا السكر، تحليل الهرمونات زي هرمون اللبن، هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره، بنعمل تحليل الدهون، احيانا برضو بنحتاج نعمل اشعاعات زي طبعا اشعه الدوبلر، ودي طبعا بتقول لنا المريض فعلا عنده مشكله في الانتصاب ولا لا. فبالتالي لازم برضو نفرق هل المريض عنده يوم بدا الاول هل هو عنده مشكله ضعف انتصاب وبدا يجي له سرعه قصف، ولا هو سرعه قصف وبالتالي المريض بدا المخ يتعود على ان هو عنده سرعه قصف فبالتالي المريض بدا يجي له مشكله ضعف الانتصاب. طيب ازاي بقى احنا شخصنا وخدنا تاريخ مرضي من المريض بنبدا ان احنا نبدا مرحله العلاج. مرحله العلاج طبعا بيكون مرحله العلاج السلوكي والعلاج التثقيفي، بنبدا نفهم المريض، في ناس طبعا ما عندهمش كخبره او هو ما عنده مثلا
الثقافة الجنسية طبعا عنده قليلة شوية، بنبدأ نفهم المريض، بنبدأ نفهم الزوجة، بنبدأ نفهم طبيعة العلاقة ما بين الزوج والزوجة، طبعا نشوف برضو هل المريض عنده رغبة جنسية ولا ما عندوش رغبة جنسية. بنبدأ نعالج الأمراض الموجودة، مثلا مريض عنده سكر نبدأ نحن نظبط السكر، مريض مثلا بيدخن نبدأ نبطل التدخين، مريض مثلا عنده مشكلة في البروستاتا بنبدأ نعالج البروستاتا ونشوف المضاد الحيوي المناسب للبروستاتا وبنبدأ نعالجها. حاليا بقى ظهر أدوية بتسميها مضادات الاكتئاب، أو طبعا احنا مضادات الاكتئاب أو بنسميها الـ SSRIs اللي هي بنسميها سيلكتيف سيروتونين ري أبتيك انهيبيتورز، ودي طبعا بتعمل على زيادة معدلات مادة السيروتونين. في منها نوعين، نوع بنسميه لونج اكتنج اللي هو طويل الامد، وحاجه اسمها شورت اكتنج. احنا طبعا دلوقتي بقى في اللي هو الادويه اللي هي الشورت اكتنج، ودي طبعا ليها كفاءه كبيره جدا، الدكتور هو اللي بيقدر يظبط الجرعه بتاعه الادويه. ليها طريقتين، احيانا بناخد ادويه قبل العلاقه، او احيانا بناخد بجرعات مناسبه او جرعات مثلا شبه مظبوطه مثلا يوميا بطريقه يوميه ولمده معينه، وبعد كده احيانا بعض الناس بتتحسن وبعض الناس ممكن تستمر على العلاج لفترات طويله. من ضمن برضو الادويه اللي هي مشهوره قوي في السوق حاليا دلوقتي حاجه اسمها ماده الدابوكسيتين وماده الكلومبرامين، ودي ماده الدابوكسين طبعا من الحاجات المشهوره جدا ويمكن هي دلوقتي العلاج الناجح حاليا في علاج سرعه القصف. الحقيقه طبعا ناس كتير جدا بتجينا العياده بيكون يا دكتور اول ما بدا يقول لك والله دكتور انا باخد ترامادول. الحقيقه طبعا موضوع الترامادول ده انتشر كتير جدا، وناس بتاخده طبعا عشان إطالة العلاقة الجنسية، الناس بتاخده طبعا ان هو بيشتغل فترة طويلة او ساعات طويلة جدا، الناس بتاخده عشان الالم او كمسكن للالم. الحقيقة طبعا الترامادول من المخدرات، او دخل جدول، بدأ يدخل جدول مخدرات، وبدأ طبعا ده من عينة الهيروين ومن عيلة الكوكايين، فطبعا دي من الحاجات الخطر جدا. الحقيقة طبعا الترامادول بيشتغل بطريقة ان هو بيشتغل على المخ، فبالتالي بيعمل مثبط للاعصاب في المخ، وبالتالي المريض لما بياخده بيبدا يحصل له مرحله ادمان، بيبدا ياخد حبايه النهارده، بيبدا يزود القرص، بعد كده شويه شويه بدا خلاص هو كده ادمن الموضوع، مش هيقدر ان هو يخرج منه، وبالتالي بدا يدخل جدول عشان هو بدا ياثر على المشاكل او على الاعصاب او ياثر على المراكز المخيه، وبالتالي ده بيؤدي الى مرحله الادمان. طبعا من ضمن برضو الادويه اللي احنا بنستعملها او من ضمن الحاجات اللي بنستعملها، بنستعمل حاجه اسمها المخدر الموضعي، ودي طبعا ادويه معينه الدكتور طبعا هو اللي بيقدر يوصف الادويه دي للمريض وياخدها بعد وقت قد ايه، وطبعا ما بنحبش نستعملها طبعا في بعض الناس زي مثلا مرضى السكر وكبار السن. الحقيقه طبعا احنا جالنا اسئله كتير جدا برضو الحلقه دي، وانا طبعا متعود ان انا يعني بتكلم عن موضوع معين وبعد كده ابدا اخد بعض الاسئله. فمن ضمن الاسئله اللي جات لنا يا دكتور انا عندي سكر، ده سؤال بيقول يا دكتور انا عندي سكر وعندي ضعف في الانتصاب، بس السكر عندي مظبوط، طب ليه ما بيحصلش انتصاب؟ في ناس كتير جدا يقول لك يا دكتور اول ما اقول والله انت عندك سكر يقول لك والله انا السكر بتاعي مظبوط، طب ليه طبعا مشكله الانتصاب؟ احنا بنقول ان مشكله ضعف الانتصاب دي بتحصل مع الوقت، يعني مش بيجي النهارده هو جاله سكر فبالتالي جاله ضعف انتصاب، لا، هي مضاعفات السكر بتحصل مع الوقت، ممكن السكر يكون مظبوط النهارده بس المضاعفات بتاعته موجوده، وبالتالي المريض عنده مشكلة ضعف في الانتصاب. من ضمن الأسئلة برضو جات لنا سؤال طبعا من سيدة بتقول يا دكتور أنا والله عندي سلس بول. طبعا من الحاجات المؤرقة جدا برضو لبعض الستات إن هم يكون عندهم سلس بولي. في بعض الناس ممكن تشتكي إن هي ما بتلحقش نفسها، يعني مثلا داخلة الحمام فأول ما بتوصل عند باب الحمام أو باب التويلت بتبدأ المية تسيب عليها، ده طبعا بنسميه سلس بول من النوع أو بنسميه الحاحي، يعني هو مزنوق في المية بس ما بينهضش نفسه. بعض الناس طبعا او بعض الستات برضو تقول لك يا دكتور انا بكح وبعطس يبدا الميه تسيب، ده بنسميه سلس بول جهدي. بعض الناس طبعا بيكون عندهم الاثنين، يعني سلس بول الحاح مع سلس بول جهدي. طبعا موضوع السلس البولي ده بعض الستات برضو تقول لك والله اصل انا ساعه العلاقه الجنسيه بيكون ممكن الميه تسيب مني، او انا مش قادره ان انا مثلا ان انا امسك البول كويس، فبالتالي دايما بتلاقيها قبل العلاقه الجنسيه بتروح التويلت بسرعه تفرغ المثانه وبعد كده عشان طبعا ما يحصلش موضوع سلس البول. الحقيقه طبعا دي من الحاجات المؤرقه جدا للستات، وده بنبدا نشخصه ان احنا بنبدا نعمل تحليل بول، بنعمل بعض الاشعاعات منها اشعه اسمها الديناميكيه التبول، ودي بنقدر نقيس بيها كفاءه عضله المثانه. في بعض الناس بتستجيب للادويه، واحيانا بعض الناس بنلجا ليها للعلاج الجراحي زي شريط سلس البول. النهارده يا رب اكون افدتكم واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله، اشكركم والى اللقاء.